بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة الجزائر وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يستقبل استاد السمامة مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب قطر ومنتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021. المنتخب القطري تمكن من الوصول إلى دور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، وفي ربع النهائي تغلب على المنتخب الإماراتي بخمس أهداف. على الجانب الآخر، منتخب الجزائر تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة حسب قوانين اللعب النظيف، وفي ربع النهائي تغلب على منتخب المغرب بركلات الترجيح في مباراة مثيرة انتهى الوقت الأصلي والإضافي لها بالتعادل الإيجابي لهدفين لكل فريق. بالنسبة لموعد مباراة الجزائر وقطر، تقام المباراة بمشيئة الله اليوم الأربعاء الموافق 15/12/2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8 بتوقيت الجزائر وتونس المغرب، الساعة 9 بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والأردن، الساعة 10 بتوقيت قطر والسعودية والكويت، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فتذاع مباريات بطولة كأس العرب على قناة بي إن سبورتس 1 HD، وكذلك تذاع المباراة على قناة الكأس القطرية. نستنى إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.